الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زال الحديث موصولًا حول هذه الآداب المهمة لعموم الأمة، ومع آخر هذه الآداب والتي يعني كان المرسم فيها طويل حوالي سنة أو يزيد، تكلمنا فيها كثيرا كما ذكرت لحضراتكم من قبل عن كثير من الآداب التي تنفع المسلمين في حياتهم، من أول استيقاظ المسلم من النوم لأن يرجع إلى مكانه مرة أخرى كما ذكرنا قبل ذلك، وكل ما ينفعه في حياته الدنيوية ويصله إلى الله عز وجل سالما ومقتديا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قدوتنا وأسوتنا وأستاذنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فنتعلم منه ما ينفعنا في هذه الحياة الدنيا. وسواء كانت هذه الوصية وصايا من وصايا القرآن، أو وصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو وصية جامعة لأحد علماء الأمة، فنستذكر هذه الوصايا ونتعلم من خلالها ونستل منها بعض الفوائد والعبر، لأن الاعتبار بالغير والاتعاظ بالغير من يعني نتائج العقول الكاملة. فالإنسان إذا رأى إنسانا جيدا فأخذ منه أو تعلم منه فهذا يكون ماهرا ويكون عقله راجحا، الذي يتعلم من غيره ويتأسى بغيره إذا كان هذا الغير على قدر كبير من المسؤولية فتتعلم منه وتستفيد من تجربتي، تكون يعني هذه نتيجة لعقل راجح كامل. فالأصل عندنا أن الإنسان يستفيد من غيره، يستفيد ويتعلم من غيره حتى بمجرد التعلم من التجارب العملية في حياة البشر. التجارب العملية في حياة البشر فرض بني آدم يتعلم من تجربته في حياته الدنيا. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام وفرض عليه الصلوات 50 صلاة على النبي عليه السلام فعلى الأمة، فنزل النبي فقابله موسى عليه السلام قال ماذا فعل معك ربك؟ قال فرضت 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام ارجع فاسأل ربك التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل أكثر منك، يعني أنا لي ضربة وخلطة بالناس أكثر منك، لأن أعلم نفسية البشر، فأمتك لن تستطيع أن تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا كان بناء عن تجربة موسى عليه السلام ومعرفته بطبائع البشر فالحاصل أن أنت في هذه الحياة الدنيا مهمتك أنك تتعلم، أو من أول ما تعقل في هذه الدنيا إنك تستفيد وتتعلم من كل كبيرة وصغيرة. حاول ترمق من حولك، من تثق بهم ومن تحبهم، ومن هم أعلى منك درجة، أو من هم أعلى منك أو أقدر منك، أو حنك تتعلم وتستفيد من تجاربهم، وتضم هذه التجربة إلى حياتك لتستفيد منها في العاجل والآجل، في حاضرك ومستقبلك إن شاء الله عز وجل. ومن خلال استقرأنا لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه وتعاليمه لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، نجد حرص الصحابة، كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يستفيدوا من الرسول عليه الصلاة والسلام في كل الأوقات، في كل الأوقات السانحة، ولا يضيعون فرصة واحدة تكون لهم من أجل أن يتعلموا من هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا التعلم عبارة عن إما عن طريق أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا فيجيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن النبي يعرض سؤالا عليهم فإن كان عندهم علم أجابه، وإلا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو أكمل لهم أو أتم لهم أو عدل لهم أو يعني غير مفاهيمهم أو ما إلى ذلك مما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أخوانا أن هذا الذي نفعله الآن هو خير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنك تتعلم كلام الله وتتعلم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حياتك. وإحنا عندنا الدين يا أخوانا في مربع، الإنسان في هذا المربع، ربنا عز وجل إنما يشرع الشيء لمصلحة العباد، لا يختلف أحد على ذلك، أن الله عز وجل إنما يشرع الشيء لمصالح الناس، فكل ما يحتاجه البشر
في دين الله سبحانه وتعالى، كل ما يحتاجه الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل حينما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة يوم عرفة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أتم الله عز وجل النعمة وأكمل الدين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي وردت علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن بنحاول قدر الطاقة وقدر المستطاع أن ننهل وأن نأخذ من هذا المعين الصافي الطاهر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. نرضى مع أدب لا يستغني عنه أحد البتة. هذا الأدب هو يعني أدب جبلي، هو شيء جبلي عند بني آدم، وفطر الله عز وجل الناس عليه، خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه، وهو أدب المشي. مسألة المشي، إنسان يمشي حتى في المشي، حتى في كل سكنة وحركة لك فيها عبادة عند الله سبحانه وتعالى، في كل سكنة وفي كل حركة أنت تعبد الله عز وجل. فللمشي آداب، نعم للمشي آداب، وآداب مهمة كمان. الإنسان إذا أراد أن يمشي، عندنا يعني من للأسف من الحاجات اللي طلعت في الآونة الأخيرة بقى، اللي هي يعني بتوافق التوك شو وبتوافق بقى التيك توك والكلام ده، يعني يقول لك أنا حر ما لم أضر، خلاص. ومثل هذا الكلام، مش حاجة اسمها كده أبدا، أنا حر ما لم أضر. أنت لست حرا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. حريتك لمسافة معينة، كل واحد فينا الحرية بتاعته مقيدة، ليست حرية على الإطلاق، يعني بمعنى أن كل اللي عايز حاجة بيعملها دون مراعاة لمشاعر الناس ودون مراعاة للآخر ودون احترام للشوارع والطرقات والمستشفيات والجامعات والبيوت والكلام ده. الكلام ده يا جماعة مش وارد ومش عندنا في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل أن نحترم مشاعر الناس جميعا. الأصل أن يعني يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه. الأصل أن يتمنى المسلم السلامة للناس. الأصل المسلم يتمنى السلامة لخلق الله، مش يبقى يتمنى أن يستتورط، مش نتمنى أو نفعل القاعدة الباطلة أنا ومن بعد الطوفان، نفعل هذه القواعد الفاسدة التي يعني تدل على ثقافة محزنة ومخزية، أنا ومن بعد الطوفان، وقالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك والكلام ده. الكلام ده أخوانا ما نعرفه، الأثرة والأنانية ما نعرفها في دين الله سبحانه وتعالى، بل نعرف عكسها. نعرف الوفاء ونعرف الكرم ونعرف الشجاعة ونعرف الاحترام والتوقير والأدب الذي علمنا إياه سيد المؤدبين صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك عندنا في وصية لقمان لابنه لما أمره قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أو قال: ولا تقصد في مشيك واغضض من صوتك، وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا. لا، يعني هناك آداب مهمة في مسألة المشي يا أخوانا، إنك وانت ماشي سواء كنت شابا أم كنت فتاة أو رجلا أو امرأة كبير صغير، المهم أن أنت تحاول ألا تخرج عن هذا الإطار الذي رسم لك، لأنك مسلم. أول أدب من آداب المشي، وكان وطبعا إحنا في هذه الأداب نعرض لكيفية مشي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يمشي، وكيف كان أدبه في المشي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت طريقته في المشي عليه الصلاة والسلام. ونأخذ منه ونتعلم. أول أدب من أداب المشي عدم الالتفات. الالتفات الزائد، إن كل ما تيجي ماشي تبص شمال تبص يمين كذا مش عارف إيه، ده بيدل على عدة حاجات، من أهمها عدم الثقة بالنفس. 2، إنك خايف من حاجة. 3، هذا ينافي المروءة وينافي الشهامة. سن ماشي يبقى في حاله، ماشي يبقى لا يطلع على عوارة الناس. وفي مسألة مهمة جدا يعني، والشيء بالشيء يذكر، ودي المسألة يعني ألمسها وأراها كثيرا، لا سيما على الطرق السريعة، يعني على الطرق السريعة إذا مثلا حدثت حادثة مثلا لا قدر الله، فبتيجي تبص تلاقي 90% من الناس اللي واقفين يتفرجوا، وعربية الإسعاف أو سيارة الإسعاف
غير متمكن لا تتمكن للوصول من الوصول للحادثة بسبب هؤلاء الناس. معظم الواقفين واقفين يتفرجوا، قافلين الطريق بالسيارات، واقفين في نصف الطريق خلاص ما عادش حد رايح ولا حد جاي، وسيارة الاسعاف مش عارفه تدخل. وده كله يا اخوانا بسبب ان احنا ما اتعلمناش ازاي نشوف ايه الصح يتعامل، ايه اللي في المصلحه العامه. انا اقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، المصلحه العامه على المصلحه العامه تقتضي ان انا امشي او يعني اوسع الطريق او افسح الطريق عشان لو جاي سيارة اسعاف، لو جاي حد من اهل المصاب، الكلام ده المتوفى الكلام ده، لكن لا تقتضي المصلحه ان اتفرج وخلاص واشوف ايه طب وبعدين ما هي النتيجه. فمساله الالتفات والتلكع في الطريق هذه ليست من زي ما قلت لحضرتك من شيم الكرام، بل هي تخالف المروءه، هذه من خوارم المروءة. وكان صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي وخرج لحاجته عليه الصلاة والسلام فكان لا يلتفت، فكان لا يلتفت. انظر أول أدب من أداب المشي، إنك لو ماشي ما تلتفتش طالما فيش حاجة للالتفات. يعني برضو لو أن هناك حاجة تدعو للالتفات التفت، لكن لو ما في شيء يدعو للالتفات فكن في طريقك لا تلتفت يمينا ولا شمالا حتى تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم وصححه الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت، إذا مشى لم يلتفت. وهذا هو أول أدب من آداب المشي. خلاص إخواننا، ماشي تبقى ماشي مستقيم ورايح لهدفك، أنت وراك هدف معين تذهب إليه، خلاص لا يشغلك عنه شاغل لا طائل منه، لا طائل. تضيع وقتك وتضيع جهدك وتنظر فيما لا يحل لك، لا، هذا ينافي زي ما قلت آداب المشي الصحيح والسليم والذي علمناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الثاني من آداب المشي المشي بالتواضع. المشي بالتواضع، التواضع هو عين ما ذكره لقمان رحمه الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. أخوانا الهوينة، من علم ومن عرف قدره خلاص لا ينبغي له أن يتبختر ولا أن يتكبر ولا أن يتجبر في مشياته. ما تمشيش يا أخوانا زي ولاد الطاووس، وزي الطاووس مشى الطاووس يوما باختيال ومشى أولاده يقلدوه، فقيل على ما تقلدوه؟ قالوا: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد علمه أبوه. ما جماعة مسألة الإنسان يمشي يعني وكأن ما في الأرض إلا هو، هذا أخوانا يخالف حقيقة البشر، يخالف الحقيقة التي خلق عليها الإنسان. إن الإنسان خلق يعني ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان هذا أصله من تراب وهو راجع إلى التراب، وما بينهما هي حياة مليئة بالأنكاد والأتعاب، وهذه هي الدنيا لا تدوم على يعني على حال، وهكذا الدنيا وعلى ذا مر الزمان سرور وحزن واجتماع وفرقة وميت ومولود ثم سقم وعافية. هذه هي الدنيا، والله لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. المشي بالتواضع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، بينما رجل يمشي في حلة، يعني رجل بقى ماشي في ثوب خلاص تعجبه نفسه، يعني مفتخر بها، مفتخر بنفسه، مرجل أي مسرح جمته. الجمة من الإنسان اليوم مجتمع شعر الناصية إذا كان طويلا، يعني رجل يلبث ثياب ومتزين ومسرح هو مرجل شعره والكلام ده خلاص. إذ خسف الله به فهو يتجلجل، فهو يتجلجل يعني يحدث صوتا إلى يوم القيامة بسبب هذه الغطرسة وهذا التكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن الآداب أيضا من آداب المشي الأحق بإلقاء السلام. مين بقى وانت ماشي كده حضرتك الأحق بإلقاء السلام؟ الأول نحن نريد أن ننهي وأن نرفع الجفاء الذي حل على
شوارعنا وحل على نفوسنا وحل على المسلمين بصفة عامة، جفاء في البيوت وجفاء بين الأصدقاء وجفاء بين الزملاء وجفاء بين أصحاب المهن الواحدة، ليه أخوانا ليه هذا الجفاء؟ نريد أن يحل محل هذا الجفاء، تحل الود والمحبة والألفة، خلاص يا أخوانا، ولا يكون ذلك إلا باتباع هذه السنن المهملة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا مشى الإنسان فمن يسلم على من؟ روى الإمام البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد. يعني المفروض الصغير يسلم على الكبير. طب وانت ماشي في الطريق إذا وجدت أناسا فمن السنة أن تسلم عليهم، من السنة أن تسلم عليهم، والقليل على الكثير، مجموع القليلة تسلم على من هم أكثر منهم. خلاص يا أخواني، يعني أي الحق بإلقاء السلام إذا اجتمع الناس، إذا اجتمع راكب وماشي فالراكب يسلم على الماشي، وإذا اجتمع قليل وكثير فالقليل يسلم على الكثير، وإذا اجتمع مار وقاعد فالمار يسلم على القاعد. في هذا الحديث الأحق بإلقاء السلام كما ذكرت الراكب على الماشي والصغير على الكبير والقليل على الكثير. وفيه أيضا الحث على احترام الغير، في هذا الحديث الحث على احترام الغير، لأنك مجرد أنك تقول سلام عليكم ازيك فلان، أو تسأل عنه أو تسأل عن صحته أو عن حاله، هذا يشعره بالألفة ويشعره بالمحبة ويشعره بالدفء والود الذي ينافي الجفاء كما ذكرت لحضرتكم آنفا. وفيه أيضا الحث على تأليف القلوب، الحث على تأليف القلوب، فإذا يعني سلمت على أخيك فقد فتحت قلبه، فقد فتحت قلبه وألفت قلبه. أيضا من آداب المشي أن يلقي السلام على جميع المسلمين. إخواننا، بسألت أنك تبقى مركز بس أنك تسلم على من عرفت، يعني فلان ده تعرفه وتسلم عليه، فلان ده ما تعرفوش يبقى لا تسلم عليه، هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة، أنك تسلم على من عرفت فقط، أنك تسلم على دلوقتي لا بيسلم على اللي عارف ولا على اللي مش عارف. خلاص يا أخوانا، تجد بص كل واحد ملهي في حاله، كل واحد ماشي في حاله، ونسينا هذه السنة، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا من قبل أن إلقاء السلام سبب في دخول الجنة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. الشيء السلام ده، وأن نفعل هذا السلام، يعني كان يكون سببا في دخول العبد الجنة. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي آداب الإسلام خير، وأي أهل الإسلام خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى إذن وانت ماشي في الطريق حاول أنك تسلم على من يقابلك في طريقك. أيضا من آداب المشي إلقاء السلام على الصبيان. إلقاء السلام كان من هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، إذا مر على غلمان صغار لم ينهزوا الحلم فكان يسلم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكره عنه تلميذه ثابت البناني رحمه الله تعالى، أن أنس بن مالك قال أنه مر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم، أن أنس مر على صبيان فسلم عليهم، ثم قال لثابت رضي الله رحمه الله تعالى: كان النبي يفعله، كان النبي يفعله، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان، كان يسلم على الصبيان. وفي هذا الحديث مشروعية إلقاء السلام على الصبيان، وفيه أيضا عظيم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وفيه أيضا عظيم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يظهر ذلك في شدة اقتدائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن أنس ما فعل إلا أن سلم على الصبيان، ثم قال لثابت البناني كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يشعرك بمدى محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم،
في هذه التعاليم وفي هذه الأشياء التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من آداب المشي أخوانا، وهذا شيء يعني أيضا ملاحظ ومشاهد، مسألة عدم الاعتناء بالطريق، مسألة عدم الاعتناء بنظافة الطرق وبسلامة الطرق وبإماطة الأذى وكل ما من شأنه أن يؤذي الناس في طريقهم، أن يؤذي الناس في طريقهم اللي هو إيه؟ إماطة الأذى يا أخوانا. الأصل أن المؤمن طيب، المؤمن نظيف، المؤمن سهل، المؤمن حافظ كما ذكرت على الناس، على مجتمع. المجتمع ده المفروض أنه هو جسد واحد زي ما شبهه النبي عليه الصلاة والسلام، جسد واحد. أنت عندك، لو عندك يعني إصبعك أصابه أذى أو الظفر فقط أصابه أذى بتتألم وموضوع صعب وتبدر درسك ولا سنة من الأسنان ولا كذا، على طول تسرع للطبيب، في ألم في الجسم كله، في الجسد، في الجسم كله وفي الجسد كله. والمفروض أصلا أن الأمة دي كلها جسد واحد أخوانا، وتمزقت وتهلهلت الأمة بسبب عدم مراعاة هذا الجسد. الأعضاء أصبحت لا تراعي الجسد الكامل، فصارت الأمة في شتات وصارت في اختلافات وصارت يعني شذر مذر، كل واحد كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد عنده فكرة طير بها، وكل واحد عنده حزب هو بس اللي صح، وكل واحد عنده جماعة هي فقط اللي على الحق والباقي كله على باطل وهكذا. ونسينا أن الله عز وجل أمرنا أن نجتمع على قبلة واحدة وهي قبلة القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولم يقل بقى حزب الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا كذا ولا كذا، إنما أخوانا نحن مسلمون، مسلمون ده يعني أمة واحدة يشعر أحدهم بالآخر وهكذا. فمسألة إنك بقى كل ما تبقى راكب سيارة ومن شباك السيارة ترمي في الشارع خلاص زجاجة مية بتاع مياه غازية، بقايا طعام، أكياس كذا، ليه؟ وأنا ذنبي إيه إن أنا يعني أنا أفعل هذا ويجي واحد تاني يتأذى ليه؟ أو مسمار أو كذا أو كذا في الشوارع. يا جماعة عيب عيب لما نرى في 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 بلاد، يعني في بلاد مسلمة أيضا، لا أقول بقى في بلاد غربية وفي بلاد متقدمة، بلاد يعني سبقتنا في هذا الباب. ليه بيعملوا كده؟ ليه؟ عندهم قانون رادع لهذه المسألة، قوانين رادعة، عارف إن هو لو حذف حاجة من باب السيارة هيعاقب، هيدفع فلوس، لو مشى عكس الإشارة هيقف ستوب، ادفع قد كده خلاص. فبنقول هنا بقى يعني إزاي نطبق هذه القاعدة، فمن يعني أمن العقوبة أساء الأدب. الأصل إن كل إنسان على نفسه بصير ورهين، خلاص كل نفس ما كسبت رهينة، كل بني آدم يبقى المفروض يبقى عندنا اللي هو الضمير، وعندنا محاسبة النفس، وعندنا الإيمان الذي يحملنا على سلامة الناس. يا أخوانا زي ما ذكرت، مش مسألة لازم واحد يبقى ماشي وراك بالكرباج عشان أنت تحاول أن تمشي مستقيما، مش لازم واحد يبقى ماشي وراك بورقة وقلم يؤيد عليك مخالفات ولا يكتب عليك كذا وكذا، ليه؟ لو كل واحد التزم حتى بالأشياء الصغيرة دي، مجرد أن أنت في سيارتك كيس صغير ضع فيه كل الحاجات اللي أنت أكلتها أو شربتها أنت ولا أطفالك ولا كذا، وبعد ما تخلص في أقرب يعني مكان للقمامة وحط كيس القمامة وانتهى الموضوع. أما بهذه الطريقة أن ترى الشوارع ولا سيما بقى الشوارع الضيقة والكلام ده، ليه؟ وبعدين تظهر الأمراض والأوجاع والكلام ده والأطباء، وبعدين الأمراض المعدية، وندخل في دوامة احنا في غنى عن ذلك. يبقى من آداب المشي أخوانا إماطة الأذى عن هذا الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. والحمد لله، ومن حسن يعني أقدار الله للعباد إن ربنا عز وجل بيكافئ على هذا، يعني أنت تحافظ على نفسك وتحافظ على غيرك وتأخذ المكافأة، تحافظ على سلامتك النفسية والصحية وتأخذ الأجر، تحافظ على ولدك من أن يصاب بأذى ولك الأجر، تحافظ على ابن أخيك، على ابن أختك، على جارك، على الناس كلها، على الناس كلها. ليه كل واحد هو بيتهيأ هو يحب أن ينجو وهو
والباقي خلاص مش مشكلة. لا يا جماعة، والأصل عندنا زي ما بقول دايما دايما مراعاة مشاعر خلق الله سبحانه وتعالى. فمن آداب المشي إماطة الأذى عن الطريق. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، أي أبعد هذا الغصن في جنب كده خلاص، فشكر الله له. الشكور يا أخوانا الذي يزكو عنده القليل، الشكور هذا من أسماء الله عز وجل، يزكو عنده القليل سبحانه وتعالى من أعمال العباد فيضاعف له الجزاء. يعني ربنا عز وجل يضاعف لك الجزاء على هذا الفعل ولو قليل. غصن شوك نحاه جنب، شوف بقى الإزاز والمسامير والكاوتش والمش عارف إيه، وحدث ولا حرج في الأوراق والزبالة والكلام ده في الشوارع، شوف الشوارع عاملة إزاي، وده يعني إيه نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وما ذئب بآكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ده واقع المسلمين، مش عايزين نهرب من الكلام ده ويعني نواجه، لأنك إذا يعني إذا واجهت خطأك وعلمته كان أقرب في العلاج، كنت قريب من العلاج. إنما كلما تخطئ تنكر أن لك أن تعترف أنك مريض. ومن آداب المشي أيضا أن يجتنب المسلم مشية التشبه. دلوقتي فعلا والله الواحد بيبذل مجهود عشان يشوف اللي قدام ده شاب ولا فتاة. الشباب بدون مقدمات بيلبسوا لباس ثياب الفتاة، والفتاة يلبسوا ثياب الشباب. ليه؟ ما هو الدافع؟ ما هو الدافع؟ وما هو ما هي الحاجة الملحة جدا جدا لهذا التخنث الذي وصلنا إليه في شوارعنا وفي حياتنا وفي بيوتنا؟ هو ده اللي ربنا عز وجل ذكر صفتهم في القرآن: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ربنا عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ده وصف الرجل في القرآن، ما أتى إلا بمسؤولية. فين يا أخوانا؟ وليه الكلام ده؟ وأنا بس والله لحد دلوقتي ما أجد إلى الآن ميزة واحدة في البنطلون المقطوع. لو حد عنده حل يعرفنا، حد عنده إجابة يقول لي البنطلون مقطوع فايدته إيه؟ ليه المسلمين بيعملوا كده يا أخوانا؟ وليه التشبه؟ فمن آداب المشي أن يتجنب المسلم مشية التشبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك من آداب المشي السكينة والوقار وأنت تمشي، لا سيما إذا كنت تمشي إلى الصلاة. وبهذا القدر أكتفي، وإن كنت أود أن يعني أركز في هذا الباب وأطيل النفس فيه في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل ما بدأناه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.